هم عدلوه، بس في رأي اليهود انهم ايه؟ قلبوه. قال فتنوا المسكونة، يعني الدنيا كلها. الأربع اللي اتكلمنا عنهم الأولانيين دول كلهم شغلتهم ايه؟ صيادين سمك، بس صاروا صيادين ليه؟ للناس. صاروا صيادين للناس. وصيد السمك اصلا محتاج صبر، وناس عندها استعداد ومتعود على المخاطرة، على الأمواج والبحر، ناس مش بنشيط، ده بيقوم بدري. صياد السمك ده ناس نشط، وصيد السمك وهو اخر كده ما بيعرفش هيجيب كتير هيجيب قليل، ده منتظر ايه؟ رزق من عند ربنا، منتظر رزق من عند ربنا. ورب المجد حتى في لوقا 5 لما قالوا له تعبنا الليله كله ايه؟ طب هيرجع تاني يوم يصطاد ولا لا؟ يرجع ولا لا؟ يرجع، يعني يوم يروح وما يصطادش حاجة، بس يعمل ايه؟ يرجع تاني ويرجع تالت ويرجع رابع. كل هذه حاجات بنتعلمها. انا عايزكم تتخيلوا بطرس الرسول ده صياد السمك، لما يقف كده في يوم حلول الروح القدس والناس تسمع بلغاتها، اتكلم بلغات. ده ما كانش ينتظر يروح مدرسة وجامعة وخيره، ده بطرس الرسول ده حصل حاجة عجيبة. ده بيقول لك كانوا الناس يشيلوا المرضى على السراير بتاعتهم يطلعوهم في الشارع عشان لما بطرس يعدي ايه؟ ظله يجي عليهم فيشكيهم، مجرد يخيم ظله يشفيه. حاجة رب المجد قال له مصل اللي أنا عملته أنت هتعملوه، هتعملوا إيه؟ أعظم منه، هتعملوا أعظم منه. دول أول آية، أول أربعة. الأربعة التانيين قلت لكم أول واحد فيهم هو مين؟ فيلبس الرسم، فيلبس الرسم. فيلبس من نفس بلد بطرس وندراوس، هما الثلاثة منين؟ من بيت صيدا. بس بطرس وندراوس عاشوا في كفر نحو بعد كده، يعني رب المجد لما شاف حماد بطرس كان بيتهم فين؟ في كفر نحو. الناس بتوعة الأركيولوجي عندهم حياة بيت قديم خالص كده، قالوا هذا يعني probably أغلب الاحتمالات ده بيت بطرس الرسول في كفر نحو. قدامه مجمع لليهود، سيناغوج في الأركيولوجي، الناس بتاعت الآثار، الناس بتاعت الآثار. فيلبس الرسول أول ما تقابل مع رب المجد برضه في يوحنا الإصحاح الأول، راح جاب مين؟ جاب ناثنائيل، قال له وجدنا مسيا من الناصرة. ده هيدخل في مجادلة معاه، قال له من الناصرة يخرج شيء صالح؟ فيلبس قاعد يجيب له إثباتات إن هو مسيا من الناصرة، صح؟ لا، ما جابش الاثباتات ولا حاجه. قال له ايه؟ قال له كلمتين، تعال شوف. انا مش هقول لك تعال شوف. ودي احسن حاجه، لانك انت عايز تدوق انسان عسل، مش هتبقى تكتب له قصيده في العسل، مش هتعمل له موضوع انشاء. ده انت عايز ايه؟ تدوقه، قول له تعالى شوف بنفسك.
يعني صدقني على اللي بقوله لك، تعالي شوف عشان ما خسرتش حاجة، ما خسرتش حاجة، تعالي وانظر. ودي أسهل حاجة، تعال اختبر، تعال جرب، تعال شوف بنفسك، تعال وانظر. ده نفس اللي قالته السامرية، انظروا إنسانا قال لي كلهم، تعال شوف. راح جابت أهل البلد، راح جابت أهل البلد. دي ست خاطئة، ست حياتها وحشة، واتقابلت مع رب المجد مش من سنتين ثلاثة فاتوا، ده في نفس اليوم في نفس الساعة. ونسنائي وفلوبس برضو ما انتظرش كم اسبوع على نسنائي، ده في نفس اليوم برضو جاء نسنائي، تعال وانظر. طب لما جه نسنائي اول ما اتقابل مع رب المجد، ورب المجد كلمه شويه، قال له يا معلم انت ابن الله، انت ملك اسرائيل. قال له بس عشان قلت لك كده على موضوع التينه وانت تحت التينه وغيره، ده انت هتشوف عجب بعد كده، هتشوف الملائكه طالعه ونازله على ابن الانسان، تعال انظر. ويقول كده ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، ربنا طيب. عارف لما تتعامل مع حد وتلاقي فيه الطيبه بتاعت الدنيا كلها، دي انسان طيب، هذه حاجة صورة باهتة جدا من طيبة الله، واخد حاجة بسيطة خالص كده، إلهنا طيب. ذوق وانظروا ما أطيب الرب. والواحد يقول له، الواحد خطايانا كثيرة خالص، يقول له أنت طيب يا رب، ما زلت بتعمل معاي وما زلت بتغفر لي وما زلت بتديني فرصة وما زلت حنين عليا وما زلت بتدور عليا، ده ايه ده؟ ده الواحد مننا لو ابنه عصاه شوية اقول له خلاص روح لحالك مش عايز اعرفك. لكن اب حنون. فيلبس بعده مين؟ برسلماوس. برسلماوس مش مذكور عنه كتير، وكل الاباء الرسل دول يعني الحق يتكتب عنهم كتب كل واحد فيهم، لكن هم في الحقيقه ما تكلموش عن نفسهم. تلاقي متى الرسول لما كتب انجيل متى ذكر اي مره انا متى ولا انا الكاتب ولا مرقس ولا لوقا ولا يوحنا؟ ده يوحنا ما تلاقيش كلمة يوحنا في انجيله. لما تلاقي كلمة يوحنا في انجيل يوحنا والمعمدان، لكن كلمة يوحنا ما تلاقيهاش. ليه؟ انا بقول لكم كده، كل واحد مننا عايز اسمه يبان وعايز اسمه يظهر وعايز يكتب وعايز، ده الواحد فينا بيشوف كده، انا عايز بعد حتى ما امشي من الكنيسه ده يفضل ايه يعني اسمي زي الكلاشيه كده في كل كتبوش. ما تلاقيش كلمه يوحنا في الكتاب. اما يعلمونا كتير يقولوا برسلماوس هو ناثنائيل. أقول لكم دليل واحد، يوحنا إصحاح 21 آخر إصحاح مكتوب سبعة من الرسل راح يصطادوا بعد القيامة، سبعة من إيه؟ ناثنائيل واحد منهم. يبقى ناثنائيل من إيه؟ من الرسل. فيلبس وبرسلماوس، متى وتوما، دول المجموعة الثانية، متى وين وتوما.
متى الرسول ده كان راجل عشار، والعشار عند اليهود زي الوثنيين. عارفين وقت الثورة في مصر أقول لك ده من الفلول، أهمت الرسول ده أكتر، مش من الفلول بس يعني، مات الرسول. رب المجد قال له ايه؟ كم كلمة؟ هي كلمة. قال له اتبعني. قام وترك كل شيء. هو شغلته كانت ايه؟ عشار، راجل ايجابي، ضرائب، مربحة، شغلة مربحة، بس ترك المكتب والفلوس والبدن وتغير بقى. لاوي بيجي ايه؟ متى الرسول. طيب سؤال، متى يعني ايه؟ عطيت الله. ده يعني ده حاجة عظيمة، لان عطية من عند رب. الانجيل اللي كتبه القديس متى مكتوب مرتين، هو كتبه مرتين، كتبه باللغة الارامية واعاد كتابته تاني هو بنفسه لليوناني. ليبيو جزء من انجيل معلمنا متى، الكتابة والورقة اللي مكتوب عليها دي ترجع لتقريبا سنة 65 ميلادية. فالناس الدارسين الباحثين يقول لك بيعرفوها من الكربون المشع، وبيعرفوها من البرد اللي مكتوبة عليه، وبيعرفوها من نوعية الكتابة، بيعرفوها يعني بتدخل في أبحاث. يعني حتة الورقة دي فيها ثلاث أعداد، يعني فيها ثلاث سطور، وهي مش ورقة كاملة، ده حتة يعني هم بس بالنسبة لهم دي ايه؟ دي كنز يعني. فحتى الأغلبية يقول لك ده يعني أوريجينال كوبي، دي الحاجة اللي كتبها متى الرسول، أو إميديت كوبي، يا إما هي الأصلية يا إما هي منقولة من إيه؟ من الأصل، يا إما هي منقولة من الأصل. والإنجيل بتاع متى الرسول ده بيجي حلقة الربط ما بين العهد القديم وإيه؟ العهد الجديد. والعهد الجديد، لأن ذاكر فيه 124 نبوة في انجيل متى. يقول لك كما قال النبي، كما قيل بأشعياء، كما قالوا الانبياء، بيربط القديم بايه؟ بالجديد. ده متى الرسول. اللي يقول لي ابوه اسمه ايه يبقى شاطر. صحيح اسمه ايه؟ حلفة. ده يعني حاجه عظيمه خالص. اسمه حلفة، بس غير يعقوب ابن حلفة. ده يعني تكرار اسماء زي ما عندنا في الكنيسة، في كذا حد وكذا واحدة على نفس الاسم. متى الرسول. متى وبعدين ايه؟ وبعدين توما. بس لما يجي يكتب انجيله يكتب توما ومتى، ما يكتبش متى وين. ولما يجي يكتب هو يكتب أسماء الآباء الرسل دي مذكورة في إنجيل متى أصحاح كام؟ 10. يكتب متى العشار. مش عايز أنسى إيه؟ أنا كنت إيه؟ مش عايز أنسى أنا كنت إيه؟ وتوما الرسول. توما الرسول كلنا مديونين له، عشان قال إيه؟ أشوف وألمس. لأن كان ممكن أي واحد يجي في أي جيل يقول لك إيه؟ يسأل نفس السؤال. هو سأله ورب المجد أجابه. هو طلب ثلاث حاجات، قال لك إيه؟ أشوف وأحط إصبعي مكان المسامير وأحط إيدي في جنب. رب المجد لما ظهر في العلية قال له تعال شوف، هات صبعك حطه مكان المسامير، هات إيدك حطها في جنب. فقال حاجة قلت لكم عليها واحنا بنتكلم على لاهوت المسيح، complete confession، اعتراف كامل.
قال ايه؟ قال ماي لورد اند ماي جاد، ربي والهي، ربي والهي. بس يبدو ان توما الرسول كان شخصيته، عارفين لما حد جبل ما حد تحس شخصيته كان متشائم. اتلاقيها في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 11، رب المجد لما قال لهم تعالوا نروح نقوم لعازر، فقالوا له اليهود كانوا بيدوروا عليك عشان يموتوك وانت هتروح لهم. فلما لقوا رب المجد مصمم انه هيروح، فقال توما قال لهم ايه؟ تعالوا نروح نموت معاه. شايف انه ملهاش حل غيرين ان كلنا نروح نموت. وسأل رب المجد سؤال، قال له ايه؟ سأل عن الطريق، عن الطريق. ورب المجد قال له ايه؟ انا هو الطريق والحق والحياة. نسيت ان انا اقول لكم فيلبس الرسول برضه سأل يوم خميس العهد، قلت لكم ايه النهارده احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الاباء الرسل. بعد ما نخلص الوعظة ممكن واحد يجي كده هو الموضوع النهارده كان عن ايه؟ فيلبس الرسول انتظر لغايه يوم خميس العهد قبل ما يقبض على المسيح، قال احنا ما لناش غير طلب واحد، ارنا الاب ايه؟ وكفانا. قال انا معاكم طول كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلب؟ تلاقوها كده مكتوبه في الكتمارس في البصخه. أنا معكم طول كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلب؟ الذي رآني فقد رأى الآب. وفيلبس ده أقول لكم برضه حاجة تانية ولا حاجتين، أنا ما كنتش عايز أتكلم بتفصيل. فيلبس الرسول ده اللي رب المجد امتحنه وما عداش في الامتحان في يوحنا 6، جاب لشباع الجموع، هما كانوا ناحية بيت صيدا. قلت لكم فيلبس ده من ايه؟ من بيت صيدا. فبيقول له يعني زي ما يكون ايه؟ يعني حاجة تحصل هنا في بيكرسفيلد، يقول لك ايه؟ طب اديك انت من بيكرسفيلد يعني، تقدر تقول لنا؟ فقال له من أين نبتاع خبز لهؤلاء؟ فهو غير الإجابة خالص. عمل كالكيوليشن كده في رقبته، كان شاطر في الارقام والحسابات، وقال له ده يعني ما يكفيهمش خبز ب 200 دينار عشان ياخذ كل منهم ايه؟ شيئا ايه؟ يسيرا. هو في حد يجي لربنا وياخذ شيئا يسيرا يعني كده يرضوه مرضيا؟ حد يجي لربنا ويمشي فاضي؟ ما عندهاش. وهو ده اللي جاب اليونانيين. فيلبس الرسول اتكلمنا رقم 5 فيلبس، وبعدين ايه؟ برسلماوس، متى وتوما. متى وتوما عارفين بشارة متى الرسول في اثيوبيا وتوما الرسول في الهند، الكنيسة في الهند يسموها كنيسة ماريتوما، وهي كنيستين، في ارثوذكس شرقيين في ارثوذكس اورينتال، كنيسة الهند. وده اللي كان راجع وقت نياحة الست العذراء. أول مجموعة، أول أربعة مين؟ بطرس وندراوس، يعقوب وين؟ شوف أقول لكم عشان نبقوا متفقين، مش هنخرج غير وإحنا إيه؟ على الأقل عارفينهم يعني، بكرة عيد الأبرس. بطرس وين؟ وندراوس، يعقوب أحد، فيلبس وبرسلوماوس، متى وتوما، آخر أربعة، يعقوب البار، يعقوب ابن حلفة، أو يقول عليه يعقوب الصغير، اللي كاتب رسالة إيه؟ رسالة يعقوب. ده ابن خالة رب المجد بالجسد، أبوه اسمه حلفة أو إيه؟ أو كلوبا. أمه اسمها مريم أخت الست العذراء. الست العذراء اسمها مريم وأختها اسمها إيه؟ مريم. اسمها مريم. لأن الست العذراء كانوا نادرينها ربنا،
فلما ربنا اداهم بنت تانية فسموها برضو ايه؟ مريم. ودي كانت حاضرة، مريم ام يعقوب كانت حاضرة وقت صلب رب المجد، ما ده ابن اختها، وكان عندها اربعة، يعقوب ويهوذا وسمعان ويوسي وبنات، مذكورة بس مش مذكورة اسماء البنات. يعقوب البار ده هو لما الاباء الرسل عملوا مجمع كان هو رئيس المجمع، وبولس الرسول قال لك انا رجعت استشير المعتبرين اعمدة، وراح ذكر من ضمنهم مين؟ يعقوب. دول اعمدة، اعمدة الكنيسة. وقول لك كان شخصية محترمة، وقول لك ركبه زي خف الجمل من كتر السجود، وهو كان أسقف أورشليم مدينة الله، واليهود زقوه من فوق جناح الهيكل ونزل عليه بالحجارة رجموه، وقال له يا رب لا تحسب لهم هذه الخطية. يكتبوا كثير خالص عن يعقوب الرسول، يعقوب البار، وهو كاتب الرسالة جميلة خمس صفحات عن الإيمان الحقيقي. قال لك إيمان بدون أعمال إيه؟ ميت. والعبادة المقبولة الطاهرة النقية عند الله افتقاد اليتامى والأرامل فضيجتهم حفظ الإنسان نفسه بلادنا اسم العالم. يتكلم على الحكمة، يتكلم على اللسان، التجارب، ومسحة المرضى في الإصحاح الأخير. يعقوب أخوه مين؟ يهوذا، بس مش الإسخريوطي. كل اسم يهوذا ده كان كتير عند اليهود لأنهم عندهم سبط كامل اسمه سبط إيه؟ سبط يهوذا. وكان في يهوذا المكابي، المكابيين وقت الأسفار القانونية الثانية، وفيه يهوذا اللي راح مع بولس الرسول ملقب برسابة، وفيه يهوذا الإسخريوطي طبعا. فيعقوب أخوه يهوذا ليه اسمين تاني في الليستة بتاعت الآباء الرسل، اسمه لباوس إيه؟ تداوس. لباوس يعني كريم، وتداوس يعني ذو القلب، ويهوذا يعني ممدوح. يهوذا دي بتتكتب بالانجلش بثلاث طرق، جودا اي اتش ده اسم عبري، جوداس اي اس نفس الاسم يوناني، او جود دي اي على طول بس ده في الانجليش. واخر اسبوعين كنا بندرس في رسالة يهوذا، وهي كم عدد؟ 25 عدد. قلنا منهم من ال 25 في 16 عدد في رسالة بطرس الثاني، وده قلت لكم برساله اصحاح واحد مجمع فيها اكتر التعاليم الخاطئه اللي بيحذرنا منها، زي الايام الصعبه اللي احنا فيها دلوقتي. وقول ابنوا انفسكم على ايمانكم ايه؟ الاقدس. ومره تانية يقول الايمان المسلم مره للقديسين، واجتهدوا بيطلب كده. وانا بذكركم وده بشر عنده بتاع داعش ميزوبوتيميا ما بين النهرين، واستشهد هناك برضه يهوذا. اخر اثنين علشان ما نتاخرش على العشيه، سمعان القنوي او سمعان ايه؟ الغيور. الغيور ده كانوا مجموعة غيورين كانوا بيقتلوا العساكر الرومان، الغيورين. سمعان القنوي أو سمعان إيه؟
الغيور. اقول لكم على حاجه بس مش ملهاش مرجع عندنا في الكنيسه، هي عند الجريك الارثوذكس. عارفين رب البيت لما حول الماء لخمر يقول العريس هو ده سمعان القنم. ما اسمه سمعان ايه؟ القنوي. قنوي يعني ايه؟ قانا. سمعان القنم قال لك ده العريس. اول ما ربنا حول الماء لخمر راح ايه؟ ساب العروسه، ساب الفرح وين؟ مشى مع المسيح. ومتياس الرسول اللي اختاروه مكان ايه؟ يهوذا. يهوذا للاسف ما حفظ على النعمه، ما حفظ على العطيه، ضاعت منه، خدها حد تاني. عارفين الايه قال لك لئلا ياخذ احد ايه؟ اكليلك. لا ياخذ احد اكليلك، اخذ اكليل الرسول ايه مكانه. متياس الرسول الاباء الرسل حطوا شروط وبعدها رموا الجرعه، فوجع الاختيار من ربنا عليها. اخر مره اول واحد بطرس الرسول وين؟ اخوه اندراوس، يعقوب ويوحنا، كل اثنين ايه؟ اخوات. في اثنين تاني اخوات، يعقوب ايه؟ يعقوب ابن حلفة ويهوذا. فالسته كل اثنين ايه؟ اخوات. بيوت حلوه، بيوت حلوه. رقم خمسه قلنا مين؟ فيلبس وبرسلماوس، متى وتوما. ورقم تسعه الاثنين الاخوات اللي قلنا تسعه، يعقوب ايه؟ البار ابن حلفة واخوه يهوذا. يهوذا لما يكتب يكتب يهوذا عبد يسوع المسيح اخو يعقوب، ويعقوب يكتب يعقوب عبد يسوع المسيح ولاد خاله رب المجد بالجسد، بس يقول لك عبد يسوع المسيح. سمعان القنوي او سمعان ايه؟ الغيور. ومين؟ ومتياس. يبقى صعب لو نسيتهم، يبقى صعب لو نسيتهم. صدقوني بحاول احفظ غالبا يعني ال 12 دول، ال 12 الاباء الرسل دول عندك كفايه كده، نطلب شفاعتهم بركتهم معانا. ده احنا دايما في الشفاعه كده يذكر المعمدان وبعده ايه؟ الاباء الرسل على طول، الاباء الرسل على طول. فكل واحد ايه؟ يراجع راجبينهم بالنفس. ربنا يبارك حياتنا وبركة شفاعتهم عننا وبركة شفاعة الست العذراء مريم أولا وأخيرا لإلهنا كل مجد.